النهارده بتحل علينا الذكرى 17 على وفاة الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، واللي بيعتبر واحد من ابرز صناع الكوميديا في مصر. هي ظهرت طبعا موهبته وطالب في المدرسه الابتدائيه، كانوا بيسندوا لي دور المؤلف والمخرج لعروض المدرسيه المسرحيه بالمدرسه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر وذكريات كمان اكتر وجانب اخر من الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي من امل عبد المنعم مدبولي نجله الفنان الراحل. صباح الخير على حضرتك، ويعني تعيشي وتفتكري. صباح النور عليكي، متشكره جدا على استضافتك دي. صباح الخير عليكي. اهلا بحضرتك. النهارده يعني بتمر علينا الذكرى رقم 17 على وفاه الوالد الله يرحمه. نحب نعرف منه كنا عارف الساده المشاهدين جانب اخر من الراحل عبد المنعم مدبولي. بصي، طبعا الناس كلها عارفاه كمخرج او ممثل او مؤلف، بس في ناس يمكن ما تعرفش ان هو اصلا رسام ونحات. فيمكن ده جانب اخر من الجوانب الفنيه اللي بيتمتع فيها الحقيقه. طيب هل كان اب مرح دمه خفيف في البيت يعني؟ بص، طبعا الناس كلها بتبقى متصوره ان الكوميديان لازم يبقى قاعد في البيت بينكد ويتذرنا وحاجات كده. هو طبعا دمه خفيف جدا لو مزاجه رايق، لو ما عندوش مشاكل، لو فاضي. طبعا هو كان بيدلعنا وكان بيهزر معانا كتير، انما طبعا في الوقت اللي هو عنده فيه شوبي سواء تصوير او مسرح بالليل، مفهوم طبعا، جهز روايه، بيبقى مشدود ولازم تعمل له الف حساب في البيت يعني، عشان ما يتنرفزش علينا ويطردنا بره، بنبقى ماشيين على تراتيب صوابعنا. طيب استاذة أمل، الحقيقة يمكن الناس بتبقى دايما مقتنعة او بنقول زي ما بنقول كده بتحصر الفنان الكوميدي تحديدا لما بيقعد سنين بيقدم لهم ادوار كوميدية، ما بيبقوش قادرين يتصوروه في ادوار تراجيدي او ادوار جادة. لكن لما شفنا الفنان الراحل في ادوار جادة ويمكن ادوار تراجيدي وادوار عميقة وحزينة، شفنا يمكن موهبة هايلة وشفنا تمكن من الدور بشكل كبير جدا. عايز اعرف منك الفنان عبد المنعم مدبولي الله يرحمه كان ازاي بيتعامل مع الاختلاف ده في الادوار؟ يعني هل في الوقت ده في البيت مثلا بيؤثر على شخصيته معاكم في البيت؟ ايه اللي بيحصل؟ لا بصي، طبعا كونه نجح كتراجيديان وقدر يقنع الناس بادواره التراجيديه، ده لان هو في حاجات كتير قوي اثرت فيه وهو طفل، ما زالت متخزنه في الذاكره لحد دلوقتي، فلما بيستحضرها بيبقى سهل عليه انه يأدي اي دور فيه حزن او شجن. لكن بيأثر علينا في البيت؟ لا خالص. طيب كان بيحب المسرح اكتر ولا السينما؟ وايه اقرب اعماله الفنيه قربا لقلبه؟ طبعا كان نمرة واحد في حياته. مسرح وبعديه الإذاعة والتلفزيون والسينما، دي كانت يمكن آخر حاجة. طيب إيه الموقف اللي دايماً بيبقى موجود في بالك وبتبقي فاكراه الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي كأب؟ لا والله مواقف كتير قوي، يعني أنا اللي حاضر في ذهني دلوقتي موقف كنت من قريب بحكيه، إنه ايام مسرح المدبوليزم انا كنت بروح معاه المسرح كل يوم عشان انا اللي كنت براجع الحسابات والفلوس اللي داخله من شباك التذاكر والكلام ده كله، وكنا في شهر رمضان. ولو تفتكري زمان ما كناش بنبقى عارفين رمضان كام يوم بالظبط، يعني الناس بتتفاجئ بان بكره رمضان او بكره العيد. ففي يوم اذاعوا انه بكره العيد، فوانا مروحه معاه، فالمهم طبعا لما قالوا انه بكره العيد قلت له على فكره بكره العيد، قال لي طيب خلاص ايه المشكله يعني؟ قلت له لا مشكلتي ايه، انا لسه ما اشتريتش جزء العيد. فقال لي ساعتين بالليل، ساعتين بالليل يا بنتي مش هلاقي حد فاتح يعني، والراجل مخلص شغل كمان وتعبان طبعا شواريه طول الليل يعني واقف على خشبه المسرح بقاله ساعات. قلت له لا ماليش دعوه، انا ما جبتش جزء العيد. وفعلا يعني ما روحناش غير لما عدينا على محل عشان اجيب الجزمه. طيب ده معناه انه اكيد كان اب حنين جدا فوق ما تتصور، فوق ما تتصور يعني. انا مش قادره انسى الموقف ده لحد النهارده، مع اني كنت صغيره. انت عارف بقى نبقى عايزين نفرح بجزمه جديده في العيد ولا فستان جديد للعيد، مش قادره انسى لحد النهارده طبعا قد ايه هو كان تعبان ومجهد
وعشان لكن خاطر عشان خاطرك. طيب اخيرا وسريعا، مين من الجيل الحالي شايفاه بينتهج مدرسه الاستاذ في الكوميديا؟ والله اعتقد يعني كل الكوميديانات دلوقتي تتلمذوا على ايديه، سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، انا ما اقدرش احدد حد معين خالص، كلهم واخدين حاجه منه. هي دي حقيقة. يمكن الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي حاضر معانا بأعماله الحقيقة اللي طول الوقت معانا، وطول الوقت عمرها يعني ما بتقل حتى ضحكنا عليها أو انبساطنا بيها، مهما بيتكرر عرضها بنفضل برضو بنتفرج عليها ونفس البهجة ونفس السعادة. حتى يمكن الأدوار الجادة دايما بنكتشف يمكن جانب آخر وأبعد من الإبداع، وأيقونة بكل تأكيد. نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة أمل عبد المنعم مدبولي، يعني طبعا تعيشي وتفتكري.